أعلنت اليونسكو 8 أيلول سبتمبر من كل عام يوما عالميا للقراءة والكتابة، للتأكيد على ضرورة نيل الأفراد حقوقهم التعليمية الأساسية. يتوقع اليوم وجود 800 مليون شخص أمي، ففي الوقت الذي تقترب فيه نسبة معرفة القراءة والكتابة في البلدان المتقدمة إلى 100%، فإن نفس النسبة منخفضة جدا في البلدان الإفريقية وبعض البلدان الآسيوية. مع زيادة التعليم الإجباري إلى 12 سنة في تركيا، يهدف في الفترة المقبلة إلى استفادة كل أفراد المجتمع من التعليم الأساسي، ولكن مع كل الحملات والدورات لمحو الأمية، فإن نسبة معرفة القراءة والكتابة في تركيا قاربت 95%، ويتوقع وجود 3 ملايين أمي أغلبهم من النساء. مقابل ذلك، فإن الحياة الاجتماعية تجبرنا على استعمال مهارات القراءة والكتابة في مستوى متطور يوما بعد يوم. ومن ناحية أخرى، يجب الإتقان في استعمال التكنولوجيا والحاسوب والشبكة المعلوماتية التي دخلت في كل مجال من مجالات حياتنا. تم إعلان اليوم العالمي لمحو الأمية 8 أيلول سبتمبر من قبل اليونسكو لأول مرة عام 1967، وهذا للفت النظر كل عام إلى مشاكل الأمية في العالم. في اليوم العالمي لمحو الأمية، ومن خلال الأنشطة والإعلانات المختلفة في شتى بلدان العالم، يتم الانتباه إلى أهمية القراءة والكتابة للأفراد والمجتمع.